الله تعالى ان ينفعنا واياكم بهذه الدقائق في الدنيا قبل الاخره. وهذه الدقائق تدور حول خمسه اسباب من اسباب نيل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت بادله صريحه صحيحه لا مطعن فيها وما ولا مدفع لها. خمسه اسباب تنال بها شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعلم من دين الله بالضرورة أن من أعظم موانع دخول النار بعد توحيد الله عز وجل نيل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع لهذه الخمسة الأسباب، ثلاثة عامة واثنتان منها خاصة بكم يا أهل المدينة. ثلاثة أسباب، خمسة أسباب، ثلاثة عامة واثنتان خاصة بكم يا أهل المدينة، هنيئا لكم من سائر بقية الناس. وهذه الخمسة أسباب فوالله ما أسهلها، ومع ذلك تجد كثير من الناس يفرط فيها أو في بعضها. أول سبب وأعظم سبب من أسباب نيل شفاعة النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هو تحقيق التوحيد. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال من قال لا إله إلا الله، خالص مخلصا أعماله كلها لله، سره علانيته صلاته نسكه محياه مماته اعتقاداته أعماله البدنية أعماله المالية أعماله القولية وغير ذلك، كلها خالصة لوجه الله تعالى. فيحرص المسلم على تحقيق التوحيد، توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، توحيد الله في ألوهيته، ويبتعد عن نواقض التوحيد. بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنتم تقول الناس كفروا الناس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. والله الذي قال لك صلي العصر 4 وصلي المغرب 3 وصلي العشاء 4 هو الذي قال لك إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. القرآن الذي تقرأه هو الذي أخبرك ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم، بعد الإيمان كفروا. وهؤلاء كانوا مجاهدون في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كلمة قالوها ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، يتهمون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. كم اليوم الواحد يمر عليه يستهزئ بشعائر الدين وهو لا 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 لا, لا يشعر، يظنها مزحة. وربما مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي هذه سببت للناس إشكالات حتى في عقيدتها. أحيانا تأتي فيها رسائل تشتم منها رأي استهزاء ويقوم بالمشاركة، يقول لك والله فلان أقصر من سورة الكوثر، ما وجدت إلا كلام الله تستدل به في القصر. وآخر يقول والله لحيته مثل دقن التيس، والله هذه دقن التيس اللي انت شبهتها النبي صلى الله عليه وسلم كان لحية قطة منكبين، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود والنصارى، يأمرك النبي وأنت تستهزئ. وآخر بإذني سمعته يقول عن الهيئة شركة صلوا، بينك وبين الهيئة أمور شخصية لا تدخل دين الله عز وجل. شركة صلوا أعظم ركن بعد توحيد الله عز وجل، العهد الذي بيننا وبينهم الكفر، من تركها فقد كفر. وأنت تقول شركة صلوا، ضربت هذه الأمثلة البسيطة فقط لأبين لكم عظم الاستهزاء بالدين. قد كفرتم بعد إيش؟ بعد الإيمان. إذن هذا الأمر الأول، يحرص المسلم على تحقيق التوحيد حتى ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بقوا ننبه عن مسألة بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون إلا بعد أن يأذن الله، بعد الإذن. ولذلك
والشفاعة مالكها هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مالكها، مالكها الله عز وجل. الموحد يقول يا رب ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وغير الموحد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفارق بين أهل التوحيد وغيرهم. قل لله إيش الشفاعة جميعا، مدام الشفاعة لله إذا نطلبها من الله عز وجل. الأمر الثاني لا بد من الإذن، ولذلك القاعدة الفقهية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. في شفاعة المقام المحمود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذهب فأسجد عند كرسي العرش وأحمد الله بمحامد لا أعلمها، في لفظ أن الله يبقي نبيه ساجد ربما سنوات ربما مئات السنين ما نعلم، حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. بعد ذلك يأتي الله للشفع الموقف، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته فيحد الله تعالى له حدا، بعد أن يأتي للجلوس عند العرش ويسجد، ثم يأتي ويطلب الشفاعة لناس من أمته مرة ثانية يستأذن فيحد له الله حدا، يفعل ذلك 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل التوحيد يا رب ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب لا تحرمني من شفاعة النبي، اطلبها من مالك الله عز وجل، ثم ائتي بالأسباب التي تجعلك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأسباب تحقيق التوحيد، إذا ما حققت التوحيد لو جئت 4000 سبب من أسباب الشفاعة ما نلتها. السبب الثاني دعاء الله عز وجل، ادعو الله كما تدعو لنفسك بالمال وبتفريج الكربات وبالصحة وللأولاد، وادعو الله اجعل من دعائك نصيب، يا رب ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب لا تحرمني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله في السراء وفي الضراء وفي السجود وبين الأذان وبين الإقامة ومواطن الإجابة وعند نزول المطر والمسافر ويوم الجمعة، كما أن لك نصيبا من دعوة الله عز وجل فينبغي أن يكون لك نصيبا من في الأمور الأخرى، ينبغي أن يكون لك نصيبا من دعائي أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث وهو أسهل الأسباب، والله أنه أسهل من شرب الماء البارد في اليوم القارب، ومع ذلك قل من يقوم به إلا من رحم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وابكوا على ما فات ولا تفرطوا في الذي يأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. صعب ذي يخرج منك جهد ونصب؟ لا والله. ثم صلوا علي، هذا الشرط الثاني، صلي عليه بالصلاة الإبراهيمية، ما هو كل واحد يبتدع التيجاني ألف طريقة، الشاذلي ألف طريقة، فلان ألف طريقة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك 7 صلوات في الصحيحين وغيرها في المسانيد والصحاح، أعظمها الصلاة الإبراهيمية، وهناك صلاة في الصحيحين اللهم صلي على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. تترك 7 صلوات علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ ما قال خليني أدور لي شيخ أخذ منه، يأتي واحد يقول والله ما رأيك بهذه الصلاة، صلاة النورانية من أين جئت بها؟ قال رجل صالح في القرن الثامن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه الصلاة. قلت له أنت دينك 8 قرون كان ناقص حتى ولد هذا الشيخ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه الصلاة، أما أنا ديني أكمل اليوم، أكملت لكم دينه أكمل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني 7 صلوات، كيف أترك 7 صلوات ثبتت في البخاري ومسلم إن أخذت منه الدين وأخذ صلاة رجل مجهول في القرن الثامن؟ ثم صلوا عليه، ثم سلوا لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. كم عمرك؟ 30 سنة في 300 يوم، هذه صار 9000 أذان مر عليك أو 10000 أذان. ما أقول لك كم صليت على كم فاتك، أقول كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 9000 مرة اليوم. هذا اسأل نفسك اليوم، سمعت الأذان؟ والغريبة قبل بضعة أيام في إحدى المساجد قبل أن أدخل وإذا واحد دق عليه تلفون زي الشيطان سبحان الله أرسله،
وجلس يتكلم معه حتى انتهى الأذان، ودخلت الرجل يتكلم برا، حرم من الخير. هذا السبب الثالث. السبب الرابع والخامس وهو خاص بأهل المدينة. الرابع الصبر على لأواء المدينة وشدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الصبر على شدة، وتحتسب إذا جاءتك شدة يا أهل المدينة، جاءتك شدة تحتسب أنك تصبر عليه حتى تنال شفاعة النبي، تستحضر النية. شدة في مالك، شدة في ولدك، شدة في مرضك، شدة، تستحضر هذا، أن الصبر على لواء المدينة وشدتها، فإن ذلك من أعظم الأسباب. أن السبب الأخير الذي نختم به الكلمة سكن المدينة والموت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. فاحرص على سكناك المدينة وعلى الموت بها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى صفات العلى أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، وجزا الله خير إمامنا، وجزا الله خير إخواننا القائمين في وزارة الشؤون الإسلامية على هذه الكلمات. السلام عليكم.